Отсылка шоя. مثلا انا المساعد المنسق بتاع المعرض. طب ادينا نبذة كده عن المعرض. هو عامه الفنان من يوم السبت وهو بينزل الميدان او من يوم الثلاث بس هو بدأ من يوم السبت. اسمه ابراهيم الشيخ. هو مخرج مسرحي مع اكاف التنفيذ وفنان رسام كاركاتير مع اكاف التنفيذ برضه. ليه بقى ايه الاكاف؟ هو عامه ما فيش حد مشجعه ولا في جورنان كان بينزل فيه. هو عامه رسام بسيط زي ما انت شايف ارسم وبيشارك باللوحات بتاعته على ممكن في الميدان. معظم الحاجه ديت عملها في خلال 4 ايام. هو كلها عملها في 4 ايام. في ديت عملها من بعد التنحي. بعد التنحي في اسبوع كده او شهر يعني. في حاجات مختلفه. انا بقى اللي يعتبر مسكتله وعملتله اللازق قفلته. طب ادينا تليفونه عشان لو حد عايز يتواصل معاه احنا ننشرها على شبكه تلفين الاخباريه. تقول تليفونه لو حد عايز يتواصل. هذا صحفي ولا اعلامي؟ اعلامي على شبكه تلفين الاخباريه. كم يقين هتقول لنا رقم تليفونه بحيث لو حد يعني حضرتك الموضوع دوت هسيب لك الايميل انا ممكن نتواصل بالايميل. ماشي انا هدي لك رقم. ماشي هدي لك على الشاشه. بس خلي بالك بقى هو بيعمل حاجات بقى بيعمل بقى عنده برضو حاجات تانية في اعملها. عنده صفحة على الفيس فن في سما الحرية. ادخل الاكونت بتاعه باسم ابراهيم الشيخ وهتلاقي اللي عنده صفحة اللي هي فن في سما الحرية. حاطط اعمال جميلة جدا. هو سنه من حوالي 30 سنة شغال يعني كبير. هو مش كبير. مش عاوز انا اقول سن. ماشي عشان هو عن نفسه ما بيحبش الحته دي. بس عملت زي ما بقول لك كده وحاولت منتجها الحته دي.